الله هو أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجيتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من التين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ أكماها والأبراص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الهواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولينا وآخرينا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وحي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنتم قلتم فقد علمته نعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به لأعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.